سعد الله وصباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة البلاد. إذن برامج البلاد متواصلة، برامج غرفة الأخبار كذلك متواصلة، والحدث الأبرز اليوم هو اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مشروع تعديل الدستور المرتقب الاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر، كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي يجتمع اليوم كما قلنا مع الحكومة ومع الوزراء لمناقشة مسودة تعديل الدستور قبلها عرضها على البرلمان، باعتبار أنه يعني الرئيس تبون كان قد وعد وهو يعني مترشح للرئاسيات أن يكون تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي وليس عن طريق البرلمان فقط باجتماع غرفتي البرلمان. إذن ماذا ينتظر الجزائريون من هذا الاجتماع؟ ما هي ملامح مسودة تعديل الدستور التي تشرئب أعناق الجزائريين لمعرفة فحواها؟ كل هذا سنناقشه مع الأستاذ سعيد أصيف الذي التحق معنا عبر الهاتف، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة بودواو أو بولاية بومرداس بطبيعة الحال. أستاذ أصيف، أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحكم الأستاذ سلطاني، وأشكركم على الاستضافة. الله يسلمك. إذن أستاذ، اليوم يجتمع السيد عبد المجيد تبون رفقة أعضاء الحكومة طبعا لمناقشة مسودة تعديل الدستور، كيف تقرأ هذا الحدث أستاذ؟ أولا إجرائيا فلابد المشروع، لأنه المشروع تعديل الدستور سوف يمر عبر مشروع قانون تعديل الدستور، وبالتالي لابد إجرائيا أن يمر على مجلس الوزراء. لما نقول على مجلس الوزراء بمعنى سوف يتم خلاله مناقشته وضبط الصياغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري وإدخال بعض التعديلات وبعض الملاحظات رئيس الجمهورية لتتم المصادقة عليه. وبالتالي فإجرائيا اليوم انطلق عداد التعديل الدستوري. نحن نعلم أن رئيس الجمهورية حدد أول نوفمبر للاستفتاء الشعبي، وبالتالي فإجرائيا الآن بدأ العام الإعداد لإجراءات النص على إجراءات التعديل الدستوري، وبالتالي مجلس الوزراء إجرائيا فهو مرحلة ضرورية كأول خطوة للمرور إلى الخطوات الأولى. وبالتالي فاليوم باجتماع مجلس الوزراء ستبدأ الخطوة الأولى فيما يخص مناقشة هذا التعديل الدستوري، ومن خلاله كما أشرتم سوف تبدأ ملامح تظهر للشعب الجزائري ملامح المشروع التعديل الدستوري، لأننا كل ينتظر الصيغة النهائية لهذا المشروع التعديل الدستوري بعدما قدمت كل الجهات اقتراحاتها. وبالتالي الحدث البارز الآن اليوم هو ما سيسفر عليه المجلس الدستوري في الوثيقة التي سوف ترسل إلى البرلمان لمناقشتها. أستاذ، فقط إجرائيا يعني اليوم سيعرف الجزائريون الصيغة النهائية لمشروع تعديل الدستور، أم ممكن أن يقع تعديل قبل عرضه إلى البرلمان يعني خلال المناقشات الشعبية والسياسية والجمعوية وغيره، أم أنه اليوم سيعرف الجزائريون الصيغة النهائية لمسودة تعديل الدستور؟ طبيعة الحال المجلس الوزراء اليوم دوره ما هو الآن؟ هو اطلاع كل الوزراء على المسودة التعديل الدستوري، وبالتالي سوف تتم مناقشة هذه المسودة وإدخال بعض التعديلات، وربما رئيس الجمهورية يعطي بعض الأمور التي يراها ضرورية في هذه في المشروع المسودة. وبالتالي الأهم الآن هو ضبط الصيغة النهائية. اليوم في مجلس الوزراء سوف يضبط الصيغة النهائية لمشروع التعديل الدستوري، بمعنى أنه في الأخير سوف يصادق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية التي يراها رئيس الجمهورية ضرورية للذهاب بها إلى البرلمان. وبالتالي من خلال مجلس الوزراء اليوم سوف نتعرف بعد المصادقة المجلس الوزراء على الصيغة النهائية وإدخال بعض التعديلات كما قلت، على نتعرف على المسودة النهائية التي سوف تعرض على البرلمان، ولكن لا يمكن أن نتعرف عليها إلا بعدما ترسل إلى المجلس الشعبي الوطني. أستاذ، الآن قلت بأنه لا يمكن أن نتعرف عليها قبل إرسالها للمجلس الشعبي الوطني،
ولكن الرقابة أستاذ، موقع المجلس الدستوري متى يكون هذا الأمر؟ هل بعد المصادقة في مجلس الوزراء أم حتى يصل إلى البرلمان؟ يعني متى يتدخل المجلس الدستوري؟ حاليا وفق القانون فالمسألة لا يمكن المجلس الدستوري أن يتدخل، لأن هذه مبادرة عمل تشريعي، وهو تبقى للمادة 208 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية أن يبادر بتعديل الدستوري، وله خياران. وأنتم تعلمون سابقا أنه تعديل الدستور 2016 و2008 مر على المجلس الدستوري ولم يمر على الاستفتاء الشعبي. إذا لو نرجع إلى الدستور، هناك طريقتان لتعديل الدستوري، رئيس الجمهورية يا إما عن طريق الاستفتاء الشعبي يا إما يمر إلى المجلس الدستوري إذا كان هذا التعديل لا يمس بالمبادئ وتوازن السلطات. لكن رئيس الجمهورية سيد تبون قرر أنه يلجأ إلى الاستفتاء الشعبي، وبالتالي لا يلجأ إلى المجلس الدستوري، وبالتالي في خلال عملية الاستفتاء الشعبي على الدستور المجلس الدستوري سوف دوره يأتي في الأخير، بمعنى دوره سوف يكون مراقبة صحة عملية الاستفتاء، وبالتالي لا نجد دور حاليا، لا نجد دورا للمجلس الدستوري ما دام رئيس الجمهورية اختار الطريق الذهاب إلى استفتاء شعبي، بمعنى أن هذا المشروع القانون سوف يعرض على المجلس الشعبي الوطني ليصادق عليه، ثم على المجلس الأمة ليصادق عليه، ثم رئيس الجمهورية يصدر مرسوم رئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء شعبي في أول نوفمبر. المجلس الدستوري دوره يبدأ أثناء العملية الانتخابية، بمعنى هو المكلف دستوريا بمراقبة صحة عملية الاستفتاء وإعلان نتائج الاستفتاء. بمعنى يكون المجلس الدستوري في هذه الحالة راح يكون محكمة انتخابية يعني؟ نعم هذا هو، لأنه سابقا يستطيع المجلس الدستوري أن يتدخل في تعديل الدستور، ولكن رئيس الجمهورية اختار الطريق الذهاب إلى الاستفتاء الشعبي وليس إلى المجلس الدستوري. طيب، وبالتالي سيكون دور المجلس الدستوري هو هيئة انتخابية مدى صحة عملية الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور. طيب دكتور، هما كلتا الحالتين أو الطريقين يعني دستورية، إما ذهاب إلى الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء باجتماع غرفتي البرلمان، ولكن من ناحية الشرعية يعني، أو باعتبارك خبير في القانون الدستوري، أيهما تفضل يعني؟ أنا أفضل الطريقة التي اختارها رئيس الجمهورية والذهاب إلى الاستفتاء الشعبي. لماذا؟ لأنه أصلا السلطة التأسيسية طبقا للمادة 8 من الدستور، السلطة التأسيسية ملك للشعب، والشعب يمارس سيادته عن طريق الممثلين المنتخبين وأيضا عن طريق الاستفتاء الشعبي، وبالتالي الاستفتاء الشعبي هو العودة إلى السيادة الشعبية، إلى لأن هذه الوثيقة هي وثيقة مهمة تهم الشعب الجزائري، لأن الدستور هو دستور الشعب وليس دستور أي شخص، وبالتالي فلا بد للشعب أن يقول كلمته في هذا الدستور. وبالتالي أنا حسب أفضل الطريقة الأولى هو الذهاب للاستفتاء، لأنها أكثر ديمقراطية وأكثر شفافية، وبالتالي فالذهاب إلى المجلس الدستوري وإن كان طريقة دستورية موجودة وما تعرف عليها، لكن الطريقة الأكثر ديمقراطية وأكثر تعبر عن السيادة الشعبية هو اللجوء مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي ليقول الشعب الجزائري كلمته في هذا الدستور الذي يهم هو، لأنه ينظمه ويبين حقوقه وحريته. دكتور لوسيف، دعني أذهب معك شوية إلى التاريخ إذا كنت كرمت. منذ الانفتاح السياسي عرفنا ثلاث دساتير على الأقل، عرفنا الدستور 89، دستور 96، وعرفنا الدستور 2016. عرفنا ثلاث دساتير تقريبا. في تقديرك، ما هي الرسالة أو الخلفية أو ماذا يمكن أن تقرأ من خلال إشراك الشعب في هذا الاستفتاء الشعبي وعدم إشراكه طيلة يعني العهد السابق 20 سنة، واللي عرفت فيه تعديلات دستورية كبيرة جدا، ولكن لم يستشر الشعب في واحدة أو في واحد منها؟ سؤال وجيه جدا. نحن سبقا أشرت أنه التعديلات الأخيرة التي كانت في عهد بوتفليقة، مثلا أخذنا تعديل دستوري 2002، أخذنا تعديل دستوري 2008، أخذنا تعديل دستوري 2016، كلها لم يستشير الشعب ولم يتم الرجوع فيها إلى الشعب، بل اكتفى بالذهاب إلى المجلس الدستوري، وبالتالي كانت وكأن هذه التعديلات كانت بعيدة عن رأي الشعب وعن ما يريده الشعب. الآن فيها وكأنه في عودة إلى الشرعية. هل في هذا رمزية سياسية أستاذ؟
بطبيعة الحال كان بإمكان رئيس تبون أن يلجأ إلى مجلس الدولة ويفعل كما فعل سابقه، ولكن هو اختار ما دام هناك الشعب الجزائري خرج بمطالب بالتغيير، فهو طبقا لأنه تعهد بتحقيق كل مطالب الشعب، وبالتالي هو تطبيقا لسيادة الشعب هو يريد الرجوع بكلمة إلى الشعب خاصة في الوثيقة الدستورية، وبالتالي فهناك رمزية كبيرة فيها في اللجوء إلى لاستفتاء الشعب ليقول كلمته. والشعب الآن هو حر، أعيدت الكلمة للشعب والشعب الحر أن يقول كلمته سواء بنعم أو لا على هذا التعديل الدستوري. طيب دكتور سعيد أصيف، دور البرلمان في العملية هل باستطاعته أن يغير شيئا، أو كيف تتم المصادقة على الوثيقة الدستورية، يعني جملة وتفصيلة مادة بمادة، كيف ستكون العملية في البرلمان؟ بطبيعة الحال لو نعود إلى الظروف العادية معناتها إلى القوانين وإلى الدستور، البرلمان يستطيع أن يناقش ويعدل ويدخل تعديلات على مسودة تعديل الدستور. أنت تعلم أن مسودة تعديل الدستور الآن سوف تعرف في شكل مشروع قانون، بمعنى مشروع قانون التعديل الدستوري مثله مثل النصوص القوانين الأخرى، وبالتالي يخضع لنفس الإجراءات القانونية، وبالتالي سواء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس أمة باستطاعته أن يناقش، باستطاع أن يدخل تعديلات. وأنتم تعرفون أن هذا المسار هذا الذي سيأخذه المصادقة للتعديل الدستوري تأخذ نفس المسار القانون العادي، بمعنى سوف يعرض لما تقدم المشروع يقدمه الحكومة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، سوف رئيس المجلس الشعبي الوطني يقدمه طبعا إلى اللجنة القانونية والإدارية والحريات التي هي المكلفة قانونيا بدراسة التعديل الدستوري، وسوف تعد تقريرا تمهيديا، وبالتالي وثم هذا التقرير التمهيدي بعد هذا يرسل إلى المناقشة في جلسة عامة. أما طريقة التصويت فهي سوف يحددها مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة، هل يتم المصادقة عليه بكامل النص أو مناقشته مادة بمادة، وبالتالي سوف نتعرف لما يصل إلى المشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الشعبي الوطني، سوف نعرف أنه المكتب المجلس سوف يستمع ويحدد آليات وكيفية المناقشة على هذا التعديل الدستوري. ولكن مبدئيا يستطيع الأعضاء البرلمان سواء النواب أو مجلس أمة أن يقدموا تعديلات فيما يخص هذه المسألة، وتبقى في النهاية التصويت هو الذي سيحسم الأمر. طيب دكتور، هل يعني تتوقع أن تكون جلسات البرلمان أو حتى المشهد السياسي في الجزائر حامي الوطيس، يعني ينتعش في الأيام القليلة المقبلة، ربما بداية من اليوم 8 مساء يعني سنشهد نقاشا كبيرا في الجزائر حول وثيقة الدستور؟ طبيعة الحال لا أحد ينكر أهمية الوثيقة الدستورية، والآن الكل يترقب وينتظر ما يصير عليه اجتماع المجلس الدستوري، وبالتالي كما قلت أنه مجلس الوزراء تقصد أستاذ؟ نعم عفوا، مجلس الوزراء على ما يصير عليه مجلس الوزراء، وبالتالي كما قلت أنت الحركية السياسية تبدأ من مساء اليوم، أول خطوة تبدأ في الاطلاع، الكل يترقب ويريد أن يطلع ما هي الصيغة النهائية لهذا التعديل الدستوري، وبالتالي كل القنوات وكل الإعلام وكل شعب الجزائري الآن سوف يبدأ ويتابع عملية المصادقة على التعديل الدستوري، وحتى البرلمان الآن هو في استعداد تام وينتظر هذه الوثيقة، وسوف يعد العدة لكيفية تسيير جدول الأعمال، وخاصة أننا نحن أمام ضيق وقت. أنت تعلم أستاذ سلطاني أن رئيس الجمهورية قد حدد يوم 1 نوفمبر هو يوم الاستفتاء، وبالتالي دستوريا وقانونيا أنه رئيس الجمهورية لابد أن يستدعي الهيئة الناخبة في خلال 45 يوما طبقا للمادة 149 من قانون نظم الانتخابات، وبالتالي بعملية حسابية، لابد للبرلمان أن يتم إقرار هذا التعديل الدستوري قبل على الأقل في حدود قبل نهاية 15 سبتمبر أو 16 سبتمبر، لأنه على رئيس الجمهورية أن يصدر مرسوم الرئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء الدستوري في حوالي 16 سبتمبر أو 16 سبتمبر الجاري. بمعنى أنه عملية الاستفتاء محكومة بمواعيد انتخابية، لا يمكن
تجاوزها يعني مواعيد زمنية يعني وتواريخ. طبيعة الحال لقد هذه المواعيد محددة في الدستور ومحددة في قانون الانتخابات. فالدستور يعطي رئيس الجمهورية بعد إقرار البرلمان لمشروع التعديل الدستوري لديه خلال مدة زمنية 50 يوما ليقوم بالاستفتاء. ولما نرجع إلى نص المادة 140 من القانون الناظم للانتخابات نجد أن في المادة 140 تحدد لنا أجال لرئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للاستفتاء خلال 45 يوم، بما أننا قد حددنا أول نوفمبر، وبالتالي 45 يوم تكون ابتداء من 17 سبتمبر، وبالتالي نكون نحن دستوريا لابد أن نحترم الأجل. الأمر الثاني، رئيس الجمهورية الآن لما يستدعي مرسوم رئاسي الهيئة الناخبة سوف يرفق المرسوم الرئاسي لاستدعاء الناخبة بالنص الذي أقره البرلمان، بمعنى سوف يلفق المرسوم الذي يستدعي فيه رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة بالمسودة النهائية أو المشروع النهائي لتعديل الدستور، وبالتالي لتتم عملية الاستفتاء في أول نوفمبر. دكتور أسيف، إذا كنت كرمت تبقى معنا عبر الهاتف فاصل قصير ثم نواصل النقاش إذا كان تكرمت. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل النقاش حول مسودة تعديل الدستور المجتمعي اليوم مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية لمناقشتها ويعني تحديد المصادقة في مجلس الوزراء على الصيغة النهائية. إذن فاصل قصير ثم نواصل النقاش، فابقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على قناة البلاد. نحن نناقش في غرفة الأخبار مشروع تعديل الدستور الذي يناقش اليوم في مجلس الوزراء بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأعضاء الحكومة، واليوم يفترض أنه يطلعوا على المشروع النهائي خاصة إذا كان أرسل اليوم إلى البرلمان المشروع النهائي لوثيقة تعديل الدستور. ومعنا عبر الهاتف دكتور سعيد أصيف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس. كنا نتحدث على تحدث في الجزء الأول حول رمزية إشراك الشعب في تعديل الدستور، أشرنا إلى أنه طيلة 20 سنة الماضية وقعت تعديلات حتى جوهرية في مس بجوهر الدستور ولكن لم يستشر الشعب. تكلم كذلك على دور المجلس الدستوري في هذه الحالة، تكلم كذلك على دور البرلمان، هل مادة بمادة أم يصادق على النص كله. وكذلك من خلال قراءته الأولية قال بأنه العد التنازلي اليوم بدأ لعملية تعديل الدستور في الجزائر بانتخابة يعني بالاستفتاء تاع 1 نوفمبر، وأنه هناك مواعيد وتواريخ ينبغي أن تحترم الآجال فيها لأنها دستورية وقانونية محكومة بقانون القانون العضوي للانتخابات وحتى بالدستور. إذن دكتور سعيد أصيف، أتمنى أن أكون قد لخصت يعني بشكل وفي للشيء اللي قلته. يبقى فقط الآن سؤال الذي يطرح، المصادقة على الوثيقة في البرلمان أستاذ، هل ستكون ب50+1 أم الأغلبية المطلقة أم 3/4 يعني الغرفتين مجتمعتين أم كل غرفة على حدة؟ يعني أولا الملاحظة الأولى أنه هذا التعديل الدستوري سوف يمر على لكل غرفة على حدة، وليس كما جرى سابقا في الطريقة الثانية ليمر على الغرفتين مجتمعتين معا، وبالتالي هذه الطريقة وفقا المادة 208 سوف يمر هذا التعديل الدستوري على المجلس الشعبي الوطني. أولا يتم مناقشته والتصويت عليه، ثم يرسل إلى مجلس الأمة ليتم أيضا مناقشته بنفس الإجراءات والمصادقة عليه ليتم إقراره، ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية الذي يستدعي يصدر مرسوم رئاسي لاستدعاء الهيئة الناخبة ومرفق بتعديل الدستور. وبالتالي فالتصويت أولا. ملاحظة ثانية أنه تبقى المادة 208 فإن مشروع التعديل الدستوري سوف يتم كقانون عادي وليس كقانون عضوي، وبالتالي سوف تطبق عليه نفس إجراءات القانون العادي، وبالتالي سوف يخضع إلى التصويت طبقا للنظام الداخلي المحدد لعمل المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامه. وبالتالي بخصوص النصاب، اول ملاحظه فالتصويت المناقشه ملاحظه الاولى ستتم مهما كان عدد الحاضرين، نقصد المناقشه متى لما النواب يسجلوا انفسهم لاخذ الكلمه وابداء ارائهم يعني بمن حضر أو
نعم، لكن التصويت هو بأغلبية الأعضاء الحاضرين وليس بالأغلبية المطلقة لأنه ليس قانونا عضوي، وبالتالي هو نظر لأهمية التعديل الدستوري فهو يحتاج إلى أغلبية الأعضاء الحاضرين. طيب الآن دكتور أصيف، دعنا يعني نتجه نحو فحوى الدستور. في تقديرك يعني لو طلب منك أن تختصر مشروع تعديل الدستور أو يعني قبل هذا، ما هي المواد اللي ربما لا ترى أنها سيتم تعديلها في القانون في المشروع تعديل الدستور هذا؟ شوف، أولا المواد التي ربما لا تبقى كما هي كانت في المشروع التعديل هي كل ما تعلق بالحريات. نحن نعلم أن المسودة تعديل الدستور جاءت بالعديد من الحريات، ولا أحد من الشعب الجزائري يرفض الحريات، وبالتالي تقريبا 22 مادة تنص على الحريات، وبالتالي هذا نظن أنها مكسب وبضرورة تثمين هذا المكسب، وبالتالي لا تخضع لتعديل. أنظن أنه يعني لا يمكن تراجع، يعني لا يمكن تراجع عنها. لا يمكن تراجع على الجميع ثمن هذه الحريات، ولكن البعض أراد بعض الضمانات في المقترحات، بعض الأطراف أضافت بعض الضمانات ربما يستجب لها، ولكن كمكسب كحقوق وحريات نظن أنه لا يمكن التنازل عنها أو مثلا حذفها من التعديل، لأنها تعتبر حقوقيا وقانونيا أنها مكسب، لأنها متعلق ب، وأنت تعلم أستاذ سلطاني أن الدولة أو السلطة تبحث عن السلطات، ولكن المواطن والفرد يبحث عن الحريات. نعم. وبالتالي ما دام المسودة التعديل الدستوري في مسودتها حتى نطلع على المسودة النهائية جاءت بالعديد من الحريات، وبالتالي نحن نظن أنه هذا مكسب سوف، لكن ممكن تضاف لها بعض الضمانات التي طلبتها بعض الأطراف. الأمر الثاني ما يخص الهوية، وبالتالي أنت تعلم أن رئيس الجمهورية طالب بعدم المساس بالهوية، وهي أمور مفصول فيها، وبالتالي يعني المواد الصماء يمكن تراجع عليها. معناها المواد الصماء أستاذ تقصد؟ بطبيعة الحال ما وتصمع نظن هي لا يمكن التراجع عليها لأنها مكسب لشاب الجزائري. طيب الآن دكتور، ماذا تنتظرون يعني لو طلب منكم اختصار تعديل الدستور في جملة أو جملتين؟ ما المنتظر من هذا التعديل الدستوري المرتقب يعني؟ والله أنا كأستاذ القانون الدستور أن أرتقب وأنتظر أن يكون هذا الدستور توافقي، بمعنى يجد فيه الجميع نفسه في هذا الدستور بمقترحاته إلى آخره، وبالتالي الأمل الأول هو أن يكون هذا الدستور توافقي، لأنه نحتاجه إلى مرحلة قادمة، لأنه مرحلة قادمة هي مرحلة بناء مرحلة الجزائر الجديدة، وبالتالي تحتاج إلى دستور يتفق عليه الجميع أو على الأقل يلبي، إحنا لا نستطيع أن نلبي رغبة الجميع، ولكن على الأقل الحد الأدنى من التوافق السياسي، لأنه هذا أمر ضروري. وبالتالي الأمر الثاني، لابد المرحلة القادمة تحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات من جديد على ضوء هذا التعديل الدستوري، وبالتالي ننتظر الآن فتح ورشة أخرى اللي هو إعادة النظر في قانون الانتخابات وإعادة النظر في القانون الأحزاب السياسية حتى نسمح لإعادة الاعتبار للساحة السياسية بعدما تم تصحيرها في العهد السابق. أستاذ أصيف، أنت ذكرت عبارة دستور توافقي، ورئيس الجمهورية يعني استعمل هذه العبارة ولم نكن نسمعها من قبل، يعني في العشرين سنة اللي مضت لم نسمع الرئيس السابق قال أعيدكم وألتزم أمام الشعب بدستور توافقي، كان يلتزم بدستور معين وبتعديلات معينة، حتى أنه لم يستشير الشعب في أي تعديل، ورئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يعني كرر مرارا وتكرارا وعاود هذه العبارة والتزم وقطع هذا الالتزام على نفسه وقال بأنه سيكون دستور توافقي. هل في إقحام هذا المصطلح الجديد في تقديرك شيء من الرمزية وشيء من الالتزام وشيء من التحول والتغير؟ يعني طبيعة الحال هذا المصطلح التوافق الذي تعمله الرئيس وفيه دلالة وفيه رمزية كبيرة، لأنه قلت أن المرحلة تحتاج إلى توافقات، المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافقات، وقد أشرت إلى النظام السابق، النظام السابق بالنسبة إليه الدستور كان دستور رئيس وليس دستور شعب، وبالتالي لم يستشير الشعب فيه ولم يكن بحاجة إلى توافقات، لأنه صحر العملية السياسية وهناك أحزاب تدور في فلكه، وبالتالي لم يريد أن يذهب إلى الإرادة الشعبية، وإنما كان
كان كما يقال أريكم ما أرى. أما رئيس الجمهورية بون أراد أن نحن ذاهبون إلى مرحلة جديدة، وبالتالي هذه تحتاج إلى توافقات، تحتاج إلى دستور توافقي، وقد أشار هو على هذا المصطلح دستور توافقي الذي يجد الجميع ضالته فيه، وبالتالي يحتاج إلى هذا، تحتاج إلى نية صادقة للذهاب إلى دستور توافقي وإرادة سياسية، لأن الجميع الآن يريد دستور يخرجنا من الأزمة ونذهب به إلى مؤسسات جديدة. طيب دكتور أوصيف، ربما نعود نولي للسؤال اللي كان منذ قليل ثم تراجعت عنه، وهو أنه يعني ماذا ينتظر من الدستور الجديد؟ يعني في تقديرك أنت كأستاذ قانون دستوري خبير في القانون الدستوري، لو طلب منك أن تختصر المرغوب والمطلوب في جملة يعني. نعم، سؤال وجيه جدا وهذا ما ينتظره الجميع. ما هو المطلوب والمرغوب في أو المنشود في الوثيقة الدستورية التي ننتظرها جميعا؟ هو أولا فيما يخص الحريات وتدعيم الحريات وإعطاء ضمانات أكثر لممارستها، والأمر الثاني هو إعادة التوازنات فيما يخص السلطات والصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية للبرلمان ودوره الرقابي والتشريع حتى يكون في مستوى تطلعات هذا الشعب، وبالتالي نحن ننتظر كما قلت إعادة النظر في قانون الانتخابات وإعادة النظر حتى في العملية الانتخابية حد ذاتها، ونحن نعلم أن هناك سلطة وطنية مستقلة لضمان الانتخابات، وبالتالي نحن نأمل أيضا استقلالية القضاء وإعادة حتى يصبح القضاء مستقل، لأن الشعب في النهاية يريد قضاء مستقلا، كذلك مؤسسات رقابية جادة وأعطيها الصلاحية والاستقلالية حتى تقوم بمهامها، السلطة الوطنية المستقلة أيضا مراقبة الانتخابات أيضا نعطيها الآليات، وأنت تعلم أن في التعديل الدستوري أيضا تم دسترته، وبالتالي لابد من إعطائها أكثر الوسائل القانونية والمادية لممارسة مهامها، وبالتالي المأمول أن يكون هذا الدستور في النهاية هو دستور الشعب وليس دستور لأي شخص. أستاذ أصيف، دعني أعود معك إلى الدستور السابق والمرحلة السابقة، ربما يعني لو أمعنا النظر فيه لوجدنا أن أكبر عطب في هذا الدستور هو غياب المسؤولية. دعني أذكرك أستاذ أن الجزائر سيرت برئيس يعني مسؤول أمام الشعب وأمام التاريخ وأمام هذه الأمة ولا يحكم، وبرئيس آخر يحكم وغير مسؤول. ألا ترى أنه أهم ما يمكن أن يأتي به هذا التعديل الدستوري ومن بين الأمور المهمة هو إعادة المسؤولية إلى نصابها الطبيعي، بمعنى صلاحيات تقابلها مسؤولية، الشيء الذي سمحني الشيء الذي غاب عند رئيس الجمهورية السابق الذي كان يتمتع بصلاحيات إمبراطورية دون مسؤولية يعني. طبيعة الحال هذا من بين أسباب الأزمة التي نعيشها، من بين الأسباب التي دفعت إلى الحركة الشعبي، أن هذا الدستور 2016 أعطى صلاحيات إمبراطورية لرئيس الجمهورية دون محاسبة، وحتى أنه الذي يحاسب في النهاية هو الوزير الأول الذي كانت في العديد، لاحظنا في الجزائر هذه وجدنا غير في الجزائر العديد من الوزراء مروا على الحكومات متعاقبة في سنوات قصيرة ولكن بدون محاسبة، وبالتالي بد اعتبار إلى مصر بالمسؤولية، بالتالي لابد أن نقرن السلطة بالمسؤولية، لأن السلطة المطلقة أنت تعرف أستاذ سلطاني السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وبالتالي لابد أولا من ربط السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، هذا من جهة، وبالتالي الوزير الذي يفشل أو على كل المستويات لابد أن يذهب ولابد أن يحاسب ويقدم حصيلة ويحاسب ويحاسب أمام البرلمان، وبالتالي لابد الوزير أن يأتي إلى البرلمان ويحاسب، الوزير الأول يأتي إلى البرلمان ويحاسب، وبالتالي لابد إعادة الاعتبار اعتبار للسلطات واعتبار للمسؤولية، لابد أن نقول للمحسن أحسنت للمسيء أحسنت، وبالتالي فأنت تعلم أن الدستور السابق أو الدستور في السلطات كون لا ما يسمى بالقوى الغير دستورية، أصبحت هناك جهات غير دستورية هي التي تحكم دون محاسبة ودون رقيب، وبالتالي لابد إلى إعادة الاعتبار الآن إلى المؤسسات الدولة، المؤسسات لابد تكون المسؤوليات واضحة، المسيرين واضحين، والمسؤولية أيضا واضحة حتى لا نعود إلى الممارسة السابقة. أستاذ أصيف، ربما سؤال أخير إذا كان تكرمت، يعني لم يبقى الكثير عن موعد الفاتح نوفمبر، يعني تقريبا شهران إلا بعض
أيام. هل تتوقع أستاذ أنه بعد أن يعني يصادق الشعب على هذا الدستور أو أن يصوت عليه المشروع تعديل الدستور المنتظر ستشهد الجزائر يعني عملية إصلاح لمنظومتها القانونية المرتبطة بالعملية السياسية يعني؟ طبيعة الحال أنت تعلم أن تعديل الدستور هي خطوة أولى في مسار الإصلاح. رئيس الجمهورية في منهجية رئيس الجمهورية في عملية الإصلاح السياسي والتغيير قال سوف أبدأ من تعديل الدستور كالوثيقة المرجعية والوثيقة الأساسية، ثم تتبعها تحصيل حاصل هو تغيير مختلف القوانين. أنت تعلم أن القوانين العضوية للانتخابات أو قانون الأحزاب مرتبط أيضا بالمبادئ الدستورية وما هو موجود في الدستور، وبالتالي لما الشعب يصادق على المسودة النهائية لتعديل الدستوري تفتح ورشات أخرى للإصلاح. بالتالي لا نكتفي بتعديل الدستور لأن هناك قوانين مختلفة لا تتماشى مع الدستور، هي تتماشى مع الدستور 2016 ولكن لا تتماشى مع الوثيقة الدستورية التي سوف يصادق عليها الشعب، وبالتالي لابد أن نمشي بالتوازي، نعدل مختلف القوانين ذات الصلة حتى تتماشى مع مبادئ الدستورية ومع طموحات ومع ما يريده الشعب الجزائري. لذلك أتوقع قلت أنه هذه ورشة أولى سوف ننتهي منها، ثم تفتح ورشات أخرى خاصة فيما يخص تعديل قانون انتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات، ثم نذهب إلى خطوة أخرى وعد بها رئيس الجمهورية هو إجراء انتخابات تشريعية وربما محلية مسبقة. إذن أستاذ سعيد أصيف، أنت أستاذ قانون دستوري، أشكرك جزيل الشكر. برامج البلاد متواصلة، النقاش حول الدستور سيتواصل كذلك في البلاد وعبر وسائل الإعلام الجزائرية المختلفة. أشكرك أستاذ أصيف. عفوا، شكرا لك أستاذ سلطان. إذن مشاهدينا الكرام، سعيد بخدمتكم، النقاش متواصل على قناة البلاد، برامج البلاد كذلك متواصلة. ألقاكم بعد غد إن شاء الله، إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.